العلامة الذهبية من باجيرو الربع بكل بساطة نقول إنها فيت الفل كامل. نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن مواصفاتها بشكل كامل. قبل لا نبدأ الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، بالإضافة اكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالمستقبل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعنا غالين. كالعادة سادة تقتدمنا اليوم من صالة العيسائي وكيل سيارات مستبيشي بالمملكة، نستعرض مع بعض باجيرو الربع موديل 2022. بالتحديد نتكلم عن فيت الفل كامل، اساسا ما صارت تنزل منها الا فئه واحده وتعتبر هي فيت الفل كامل منها، العلامه الذهبيه. كانت زمان تميز لفيت الفل كامل، لكن الحين اساسا ما عاد تنزل منها غير هذه الفئه. محرك 3500 سي سي. نبدا تقييما للواجهه الاماميه، طبعا اضاءاتها الاي دي بالنسبه للعالي والواطن كلها الاي دي مع خاصيه الليد النهاري باستثناء كشاف الضباب جاي هيلوجين. أما بالنسبة للشبكة الأمامي جاي باللون الرمادي، عليها تطعيمات كروم، شعار مستبيشي جاي باللون الذهبي، دلالة إنه السيارة فيت الفل كامل منها. شطاف للأنوار أو غسيل للأنوار. طبعا السيارة ما شاء الله مرتفعة عن سطح الأرض، سيارة SUV تدخل بها للبار، تدخل بها في أصعب ظروف القيادة، مميزة مو من اليوم ولا من البارح، سيارة مميزة من العصور السابقة وحصلت على عدة جوائز. طبعا بإذن الله راح أترك لكم الجوائز اللي حصلت عليها باجيرو بالتحديد في خانة الوصف، حصلت على عدة جوائز. الجزء الجانبي طبعا ما شاء الله جنوب كروم باللون الفضي، راح ناخذ مقاس الجنط وتفاصيله في اخر الفيديو. اشارات بالمرايات، المرايات عليها تطعيمات كروم، طبعا خاصيه الدخول الذكي ما عليها، خاصيه الدخول الذكي ما عليها، طبعا الدخول بالمفتاح او بالريموت. المقابض كروم، دعسات جانبيه، عوارض بالسقف وسقف بانوراما. الجزء الخلفي طبعا ما شاء الله السبير علاقي او السبنة بالخلف، السبنة بالخلف شعار V6 دلالة انه محرك 6 اسطوانات GLC او GLS. الهوك بالخلف للسحب، طبعا ما شاء الله هذه السيارة تلقاها باي مكان ما شاء الله، وتطلع أصعب السيارات أو السيارات الكبيرة اللي تعتبر ما شاء الله أكبر منها في الحجم، هذه السيارة طبعا تسحبها بكل سهولة. إنعم المحرك 6 أسطوانات لكن تعطيك أداء عالي. محسسات خلفية، كشاف ضباب خلفي، طبعا كشاف الضباب مدمج بالسبير بالخلف، بعد باجيرو بالخط العريض باللون الذهبي، و شعار مستبيشي بعد باللون الذهبي، حتى عبارة V6 وجي ال اس كلها باللون الذهبي. طريقة فتح الشنطة الخلفية طبعا بكل سهولة بهذا الجزء، وهذه اكيد موجود عليها مساحات تخزينية موجودة بكل مكان او بكل جزء. خذ مساحة تخزين هنا، كل هذه مساحات تخزين. طبعا ما شاء الله هذه مثل ما قلنا تسحب معك اي سيارة او اي حاجة بغيت تسحبها بكل سهولة. هذه حاملات الاكواب والتكاية في نفس الوقت، طي المرتبة
طبعا ما شاء الله تحريك المراتب بكل بساطة، وخذ مساحة إذا طويت المراتب أو إنك استخرجت، خذ لك المساحة اللي تبغاها، أكثر من 1000 لتر. تقييم استهلاك القوة بحكم إن محرك V6 بإمكانيات عالية فطبيعي 8.7 لتر، التقييم سيء، دفع رباعي 2022 3500 سي سي أوتوماتيك الجير، سيارة متعددة الأغراض. هذه بكل بساطة سيارة قوية، سيارة بحجمها يعتبر حجم معقول لكن بإمكانيات عالية. خلينا نقرأ بطاقة المواصفات بشكل كامل. محرك V6 6 اسطوانات، تنفس طبيعي 3500 سي سي او 3.5، ناقلة حركة 5 سرعات، تخزين 69 لتر، وهذه هي باقي مواصفاتها. صور الشاشة حتى تشوفونها بشكل كامل. إضاءتها طبعا مميزة. إذا ما خاب ظني إنه سيارات باجيرو بشكل عام إنها توقفت أو حاجة زي كذا، لكن ما شاء الله لازلنا نشوف منها آخر موديلات اللي هي موديلات 2022، فمستمرة مراتب التحكم في كهربائي، مقابض كروم، نوافذ كهربائية، القفل المركزي، مساحة تخزين بالأسفل بشكل كامل. هذا الجزء جاي جلد، وهذا الجزء كروم، وتخشيب أكيد موجود عليها. طبعا كشاف الضباب، هذا كشاف الضباب، لكن هذا أكيد ما أنصحكم فيه لأنه غسيل للأنوار. مرايات الجانبية، هذا الجزء جاي تخشيب، حتى عجلة القيادة أو الدركسون طبعا مكسو بالجلد أكيد. ندخل فيها ونشوف باقي مواصفاتها. ليش هي مو منافساتها؟ طبعا تتميز أول حاجة بالجير، طبعا من المميزات اللي حببت الناس فيها سيارات بشكل عام في سيارات ميتسوبيشي نمط الجير. طبعا أغلب السيارات الحين مو الجير، المعذرة، التحكم في الدبل، أغلب السيارات صارت تجي فرار أو بالضغط، والناس أغلب الناس ما متعودين عليها، لا زالوا متعودين على الجير. فهذا اللي معلق، هذا اللي حببت بعض الناس فيها لازم لحد هذا الوقت. منفذ طبعا هنا ما شاء الله مساحة تخزين، وهنا للكرت، حاملات أكواب 2، وهذه مساحة تخزين، البريك يدوي، تحكم بالستيرنج وتحكم بالدركسون بشكل كامل، تحكم بالميديا وتحكم بالصوت ومثبت السرعة. الإضاءات جاي فيها بهذا الشكل، هذه المساحات الخلفية والأمامية. الشمسات فيها مرايات مثل ما قلنا، سقف بانوراما، سقف بانوراما، ارباكات اكيد عليها امامية وجانبية، كلها عليها ارباكات، فيها سماعات اكيد، الشمسات فيها مرايات، هذه الإضاءة الداخلية، وهذا التحكم بالفتحة، في الأخير الريموت. طبعا فيها ما شاء الله هذا الريموت فيها فتح والإغلاق، نفس الريموت بالتصميم القديم.
كذا انتهينا، تكلمنا عن مواصفاتها. طبعا هنا التحكم بعدد الرحلات او التحكم بالقرارات اللي موجوده هذه الار بي ام، وهنا السرعه مثل ما قلنا، هذا التحكم بشكل كامل بالاضاءات والحساسات والشطاف. اتمنى تاخذ نالت اعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر التنبيهات والضغط على زر اللايك. اربع بقات جانبيه واماميه كلها موجوده عليها، انظمه الامان فيها مرتفعه ما شاء الله. طبعا سعرها ب 127,000 ريال، مقاس الجنب 18 انش.